انتوا مش فاهميني خالص، رأيي ملوش قيمة عندكم، انتي وبابا دقة قديمة، احنا جيل وانتوا جيل تاني خالص. ايوة هي الجملة دي اساس المشكلة. اهلا بيكم معنا، انا شيماء السباوي، ودي حلقة جديدة من برنامجكم End of Text، وحلقتنا النهاردة هي صراع الاجيال. مين فينا ما عندوش نسخة صراع العروش في بيته ما بين الأجيال، اللي هو جيلنا احنا جيل الآباء والأمهات، وجيلكم انتوا الأبناء. دايما في خلافات ومشاكل بسبب مين اللي رأيه هو اللي هيسيطر، احنا ولا هما. المشكلة دي أصلا من زمان جدا. هتقولولي ليه يا شيماء الكلام ده بيحصل؟ أنا هقول لكم ليه. الحياة دايما بتتطور بشكل سريع جدا. يعني احنا زمان جينا كنا دايما منغلقين على نفسنا، منكسف، ما نقدرش نتكلم بصوت عالي، ما نقدرش نبص في عين ابونا وامنا، ما كناش مطلعين على العالم الاخر، ما كانش فيه لسه تطور التكنولوجي والكمبيوتر والموبايل والحاجات دي ما كانتش موجوده، فكنا منكمشين على نفسنا، ممنوع نروح النادي، ممنوع نروح عند صاحبتي، حتى الصبيان ما تتاخرش بعد الساعه 10، الحاجات دي كلها كانت موجوده ايام جيلنا احنا. لما جينا في الجيل الجديد لا، الدنيا اختلفت كتير، بقى العالم كله في جيب بنطلونه، بيحب عن طريق الموبايل وبيتجوز وبيتعلم وبيسافر وبيشوف ثقافات تانية. انتم متخيلين الفجوة عاملة ازاي ما بين الجيلين؟ هتقولولي يا شيماء مشكلتنا مش في التكنولوجيا، احنا مشكلتنا مع اولادنا، انت واخدانا في حتة بعيدة تانية خالص. طب استنوا على رزقكم شوي، انا جاي لكم في الكلام وهقول لكم ايه المشكلة. المشكلة ان احنا عايزين ولادنا يبقوا احسن مننا في كل حاجة، يعني عايزينه نشوفه اعظم راجل في الدنيا واحسن بنت في الدنيا، ويبقوا احسن مننا ومن ابوهم ومن العالم كله. وعلى العكس ولادنا شايفيننا ان احنا مسيطرين عليهم، ان احنا لاغيين شخصيتهم، ان احنا فرضين راينا عليهم، مش عايزينهم يبقوا احسن حاجه في الدنيا. وده غير صحيح يا جماعه، على فكره انتوا ولادنا، انتوا حته مننا، جزء، يعني احنا يعني انتوا مقسمين القلب ده مقسوم نصين، يعني ما بين ابهاتنا وامهاتنا وما بين اولادنا. فانتوا متخيلين انتوا ايه بالنسبه لنا، يعني ما فيش مكان تاني في القلب لحاجه تانية غيركم. ولادنا بيقولوا ان هم خدوا خبرتهم كلها من الحياه، وان هم بقوا سابقنا بعصور كتيره جدا، لان هم بقوا بياخدوا الخبره من الانترنت، من الشارع، من الناس اللي حواليهم، مش عايزين دايما يسمعونا. انتوا عندكم حق، الخبره اللي انتوا خدتوها من العالم الموازي ممكن تكون اكتر بكتير من خبرتنا اللي احنا خدناها من عالم مغلق قبل كده كنا زمان. وزي ما خدت خبرتك من العالم الموازي برضو خد خبرتك من امك وابوك، لان هما اكتر ناس بيحبوك. صدقوني الولاد دلوقتي واخدين الدنيا باستسهال، الفلوس ملهاش قيمه عندكم. يعني زمان احنا جينا احنا كنا بنشتغل واحنا في الكلية وبنعتمد على نفسنا، ولازم يبقى لنا رأي وشخصية حتى لو اهلنا ميسورين الحال. طب والاهل مش غير ميسور الحال، كان كله بيشتغل على فكرة، كان كله سواسية، احنا كلنا بنشتغل من ثانوية عامة من اولى جامعة، نعتمد على نفسنا. الجيل الحالي غير مقدر لقيمة الفلوس، بالنسبة له اهو بابا بيدي لي المصروف ولا ماما بتدي لي المصروف. حتى لما بيتخرج وبيتجوز برضو في اتكالية شوية على اهاليهم. لا يا جماعة ده غلط، مفيش حد بيعمل كده دلوقتي. البنات، تعالوا نتكلم على البنات مثلا، انت دايما بتعنيدي مع امك، تقولك يمين انت تقولي شمال، او العكس صحيح. لا ده مش صحيح. لما بقى عندك خطوبة، يعني انا شفت مثلا الامثلة، بنوتة جميلة ظريفة خطوبتها فاتخانقت مع مامتها، فقررت ان هي لا تخلي مامتها تعرف هي هتتمكن هتعمل ايه، ميك اب او اللوك بتاعها او فستان حتى خطوبتها، قالت لا هعمله لك مفاجاه. طب احنا زمان كنا نقدر نعمل كده؟ انا كان ينفع اقول لامي لا مش هينفع تشوفي فستان فرحي او خطوبتي، كان زمانها ذبحتني. اولادنا مش كربونه مننا، ولا هم لازم يطلعوا تيبيكال مننا، لا بالعكس، هم ليهم شخصيتهم، سيبوا كل واحد بحريته، سيبيهم يعبروا عن ارائهم وهم بيحبوا ايه وعايزين ايه وطموحاتهم ايه. مش لازم كل حاجه، لا لا لا، مش لازم كل حاجه نعنفهم، مش لازم كل حاجه نتخانق معاهم، بالعكس احتووا الولاد حتى هم كبار، عارف، حتى هم بيشتغلوا، يعني مهما يكبروا هم مش هيكبروا علينا، ومهما هيكبروا هيفضلوا في عينينا لسه عيالنا الصغيره. بالعكس، واحنا كمان لما بنكبر بنظهر، احنا كاباء وامهات بنبقى عايزين ولادنا يحتضنونا على فكره، عايزينهم يسمعونا، فهي عمليه متبادله صدقوني.
واشوفكم على خير وحلقه جديده من برنامجكم اند اوف تكست. شيماء السباعي.